مساء الخير بنات، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. الحمد لله. اليوم يوم 22 شوال، تقريبا يوم 8 شوال، قبل اسبوعين بالضبط. الحمد لله وللتالية بالسلامة. وطبعا تجهيزات الولادة كلها كنت مجهزتها من رمضان، فكلها دحين حرتبها وابدأ انزلها مشترياتي من مامز وورد ونيكست والنهدي وغيرهم. طبعا شنطة المستشفى وبرضو تجهيزات الاستقبال في المستشفى وفي البيت وغيره. فإن شاء الله أنكم تستفيدوا. طبعا مرة كتير من صحباتي وأهلي وقرايبي، ويعني مرة نسبة كبيرة ما شاء الله بيحملوا ويولدوا في دي الفترة، وولدوا طبعا من السنة اللي فاتت. إن شاء الله الفيديوهات تعجبكم، وإذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير وكل حاجة والكومنتس، ونشوفكم على خير. مساء الخير. اليوم يوم 21 رمضان. الحمد لله اخيرا وصلت الطلبيه اللي طالبتها من مامز وورد. ما شاء الله البوكس مره كبير. المفروض انه في له حق الحفوضات الله يكرمكم، اللي هو اللي ما تطلع ريحه، تدخله كده فيها الحفوضات وتتغلف كل واحده بكيس. فيها كمان الرضاعات، فيها المصاصات، فيها مشابك المصاصه. مره متحمسه الحمد لله انها وصلت. صراحة مرة يعني خفت انه اولد وما توصل الطلبية، بالذات انه دحين عيد، ودايما على العيد دايما دايما الشحنات توقف وكده، يعني مرة يعني تاخد وقت لما توصل او توصلني بعد العيد. طيب هذه الاشياء فكيتها من البوكس الحمد لله. هذه من الاشياء اللي احس مرة ضرورية، يعني حتى لو حط رضاعة طبيعي وكده، بس لا انتي مرة تحتاجي يكون عندك ست كده رضاعات، مرة ضروري، لانه اكيد يعني مو دائما حتكوني مثلا متوفرة عشان ترضع البيبي. مثلا حيكون عندك خرج، زواج، فرح، حاجة، فتقومي تجبدي، وطبعا لازم تحطي في الرضاعة وقتها. اجي معاه كده مصاصتين، واجي معاه الفرشة اللي تنظف الرضاعات. في لارا انا اعتمدت البراند تاني ايفنت، برضو مرة كويسة الرضاعات حقته وكده، كان لونها بينكي وكده، بس انا بصراحة ماني حابة اجيب للبيبي زي اللي جبته لارا، لانه لارا لسه دوبني قبل سنة فطمتها تقريبا من الرضاعة لما كان عمرها سنتين، فحسيتها كده لسه متعلقة فيها وتسأل عنها وكده، فحرام يعني ما بها تشوف البيبي معاها نفس الرضاعة حقتها اللي كانت عندها اول. فجبت لها البيبي الجديدة ده اللون شفاف غادي سادة وابيض. وبرضه هنا في المصاصات، حابة تكون شفافة عادية. برضه ما جبت لها نفس المصاصة حقت لارا، لأنه لارا ألين دحين بصراحة ما خرجتها من المصاصة، تحبها مرة وما بحرمها منها بصراحة، يعني هي في الأخير وقت النوم بس تاخدها. هذه كانت المصاصة حقت لارا، طبعا ألين دحين هي بتستعملها وقت النوم، بس وقت النوم ف يعني حسيت ما في منه ضرر إن شاء الله وكذا، وبصراحة ما بحرمها منها، وفي الأخير البيبي حتاخد مصاصة، بالذات إنه هذه المصاصة مرة 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 متعلقة فيها فوق التصور يعني. ف طبعا قبل تقريبا سنة أو سنة ونص كده خليتها بس وقت النوم المصاصة بس. فهذه بصراحة مرة كانت مرتاحة عليها لارا، ويعني مرة اشتريت لها منها كتير، فبس فحبيت إني أغير شوية البراند عشان ما يصيروا الاثنين زي بعض، ولارا حتى لو تفطمت منها يصير خصمها تزعل يعني. بعدين اخذت كمان هذا للمصاصه الكليب، طبعا احسه مره ضروري هذا عشان لا تضيع. اخذت كمان ده زي حق لارا وهي صغيره، بس حقت لارا كانت المصاصه نفسها هذه كانت تجي ملصقه في الدبدوب، يعني ما يمديني حتى افكها، بس ما عجبتني بصراحه الفكره. يعني هذه انت تركب المصاصه بنفسك فيها احسن، لانه خاصه المصاصه بعد فتره حتقدم وكده، وفي الدبدوب حرام يعني حترمي الدبدوب معاها، فهذه احسن فكرتها انه خلاص يصير المصاصه لاصقه افكها وقت ما ابغى اغيرها، بس الدبدوب خلاص يكون عايش يعني ما ارميه مع المصاصه. ولاري كان حقها لونه بينكي، فقررت اجيب للبيبي لون تاني. هذا هو شكلها لما فكيتها، مره حلوه مرة حلوة، بالذات لما يكونوا مرة أطفال صغار. كنت أحطها كده على لارا على صدرها، خلاص هي مثلا أنت بتدور على المصاصة بس تحرك وشها كده بتلاقي المصاصة. طبعا أخذت هذا المذرز ميلك، كل الناس يمدحوه ويشتروه من آي هيرب وكذا، جربته برضو في لارا، بس يعني الحمد لله في لارا مو مرة احتجته، بس مرة كويس إنه يساعد في إدرار الحليب وكذا.
طبعا الرضاعة الطبيعية هي أهم حاجة، أهم حاجة تديها لطفلك، أنصح فيها وبشدة يعني. ولو تدروا إنه قد إيش تحرق كالوريز وقد إيش حترجعوا لجسمكم الطبيعي مرة بسرعة، حتى أنحف من قبل يعني، من جد ما حد يستغني عنها. هنا جبت لها هذا الشامبو، كان عليه ديسكاونت. بصراحة استعملته في لارا وعجبني مرة، خفيف على البيبي وريحته خفيفة وكده. مرة كتير ناس يمدحون مستلة الماركة دي، فقررت اجيبه برضو للبيبي. جبت لها الشامبو والشاور جيل. الشاور جيل ما شاء الله طلع مرة كبير بس اتوقع حيقعد عندها سنتين. بقي اشتري الليفة وهذه الاشياء البسيطة من الصيدلية ان شاء الله. هنا اخر حاجة مرة متحمسة لانه من ايام لارا انا كنت ابغاها، بس كيف تعرفوا لما اتكاسلت في الموضوع وقلت يعني معقولة حفايض بيبي الله يكرمكم حتطلع ريحة كده يعني، فلا مرة ندمت من جد، بالذات انه البيبي تقريبا يعني حيلبسوا حفايض ودايبرز كده الين تقريبا 3 سنين، فهتستحملوا الريحة في الحمام الله يكرمكم؟ لا طبعا. فحقيقي قلت لازم اجيبها، فاخدت اللون الابيض، في لون البلو، في البينك. طبعا هي موجودة في أغلب الأماكن هنا، بس أنا لقيت عليها عرض وكده، وأنا بصراحة مرة أحب الشوبينج أونلاين، خلاص يوصلني الغرض ألين البيت، ف دايما أفضل إني أخذ أونلاين، في كود خصم وكده، فيكون مرة الوضع أرخص بكتير من الأسواق وكده والهجولة، مرة ما أحب الهجولة. فهي كده فكرتها. طبعا هذا الشكل الجديد أنا مرة مدحولي هي صحباتي، يعني من جد يقولوا خلاص ما في ريحة ما في ولا حاجة، أنا مرة بعاني من ده الشيء كنت. هذه الأكياس طبعا حقتها، وزي كده هي تلفها وخلاص، عجبتني فكرتها مرة. هنا فكيتها أبغى أشوف كيف أسويها، حسيتها مرة سهلة، جا معاها كيس زيادة، وهذا طبعا تشتروا له زيادة ريفل يعني في أي وقت تبغوا، فهي عادة يجي معها بس واحد المفروض، بس أنا اللي طلبتها يجي معها 3 وسعرها طبعا يزيد، سوري مو 3 6. فحسيت طريقتها مرة سهلة. طيب وصلتنا أخيرا شحنة نيكست، طالبة مرة أشياء كتير، فإن شاء الله إنها كل الأشياء تكون وصلت، أشياء مرة كتير للبيبي وللاستقبال. طيب طلبت هنا هذا اللحاف للاستقبال، لونه كده مرة بيبي بينك مرة فاتح، وعليه الفلورال كده وفوشي، تقريبا هو ده الثيم حقي. فاكتشفت انه نيكست عندهم لحف مرة مرتبة ما شاء الله، يعني احترت بصراحة ايش اخذ. اخر شيء حسيت انه هذا مرة مناسب للثيم حق الولادة، فخلاص اخذته. فالكواليتي ان شاء الله يكون مرة حلو، حتى عندهم براندز مرة مختلفة، يعني هذا لبسي مكتوب، اتوقع هذا محل الملابس اللي عندنا زيه هنا، في برضو اشياء تبيكر، اشياء كده مرة مرتبة. طبعا هذا اللحاف انا بس اشتريت يعني زي الكفر يجي، وانا خلاص عندي اللحاف حق اللي هنا بيت اهلي، وعندي برضو اللحاف اللي في بيتي في الشرقية. انا اشتري اللحاف خلاص واستعمله بعدين في بيتي، يعني مو اني انا استعمله بس للاستقبال في المستشفى، لا طبعا. فخلاص انا اشتري لحاف عادي واحطه في المستشفى. هذا بس طبعا الغلاف، فخلاص يصير بعدين ان شاء الله اخده واستعمله في بيتي وحق لاري. الين اليوم انا بستعمله وما شاء الله كرفته، حق لاري كان مرة سادة بيبي بينك كده بلش من زارا هوم، ف ايوه حبيت هذه المرة يكون شوية كده فلورلز. هذه كامل الطلبية من نيكست، طبعا نيكست من المواقع اللي يعني احس اي ام ما تستغني عنها، لانه ما شاء الله ما شاء الله حقتهم الكواليتي لا يعلى عليها. قد ما جربت ماموز وباباز مادر كير كلها ما هي ابدا نفس مستوى نيكست. فاهم حاجه طبعا اللي هو الداخلي حق البيبي، هنا اخذت لها 2 سايزز، واحد الفيرست سايز، واحد اللي هو اول مقاس اول ما ينولدوا يكونوا لسه صغار. وهنا اخذت لها من 3 ل6 شهور مره واحده، لانه ما شاء الله ما شاء الله حقتهم البضايع اول باول تروح، فخلاص من بدري قررت اخذ لها. هنا اخذت لها برضو زي الهاتس كده طواقي للراس، عشان طبعا يعني مره يبرد بسرعه في اول كم شهر. هنا اخذت لها حق اليد، ممكن لما تلبس فساتين وزي كده يصير احط لها هي. هنا برضو اخذت لها مقاسين من الشراريب، لانه ما شاء الله برضو كل شيء يختفي بسرعه.
وهنا اخذت لها ده البربتوز النتفه كانه كده باليرينا. شوفوا كيف مره مره نتفه. وهنا برضو اخذت لها مره هذه ما شاء الله يعني الكواليتي من جد احسن حاجه، اللي هي اخذت لها مقاسين برضو، اخذت لها الفيرست سايز واخذت لها لين 3 شهور، فتيجي ثلاثة مع بعض ثلاثة مع بعض. وطبعا اونلاين اسعارهم مرة ارخص من المحل، فحلو. هنا المنشفة طبعا ضرورية. هذا اخر حاجة طلبتها من نيكست، اي لاف ماي دادي. شوفوا النتفة كيف، هذا حق لارا. طبعا لارا يعني طبعا انتوا لازم تعطوا اتنشن للبيبي الكبير اكتر من البيبي الصغير، لانه البيبي الكبير خلاص هو اللي عايش معاكم، هو اللي فاهم، هو اللي عارف، هو اللي يعني كان كل الاتنشن لي. فحقيقي لازم كل انتباهكم تدوه للبيبي الكبير. فحرام لارا من اول تطلب بربتوز وكذا، فخلاص قررت اني انا اشتري لهم اثنين زي بعض يلبسوهم مع بعض ان شاء الله وتصوروا مع ابوهم. فشوفوا مرة كيوت حقيقي، المقاسات ما شاء الله بسرعة تختفي. كنت ابا اي لاف ماي مامي بس برضو اختفى يعني في دقيقة، فاخذت لهم خلاص بس اي لاف ماي دادي. مرة كيوت مرة. هذا مقاس 0 اتوقع، وهذا مقاس 3 سنين لارا. بس تقريبا ما قضيت مرة كتير، بالذات انه في تاني بيبي خلاص هتعرفوا ايش انتوا هتحتاجوا بالضبط، هتعرفوا الاشياء اللي هتجلس لكم، هتعرفوا الاشياء اللي ما لها داعي. فخلاص لا تكتروا ملابس، لانه من جد هم نتف اول ما ينولدوا مرة يكونوا صغار. مرة ما كترت، حاولت اخذ الاساسيات بس. فبس تقريبا هو ده دبش البيبي دبش. وطبعا دحين بما اني في التاسع الحمد لله خلاص هانت، فحبدأ اخذ كل الاشياء دي واغسلها واجهزها وتتكوي وخلاص تصير تترس في الدولاب، ونستعد ان شاء الله للبيبي ونشوف ايش حناخد في شنطة المستشفى، ايش حنسيب في البيت. وبس ان شاء الله يكون كده الفيديو اليوم عجبكم. طبعا تجهيزات البيبي لا نهائية. وقد ما سويته حتحسوا فيه بعض الاحيان اشياء ناقصة، بس حاولت اني اختصر كل شيء ان شاء الله، بس انكم تكونوا استفدتوا. ومرة شكرا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. نشوفكم على خير ان شاء الله.